علموا أولادكم وعلموا أنفسكم أيضا أن الأشياء بقيمتها وأهميتها ليس بثمنها. علموهم أن الصحة أهم من المال، وأن المال مهم ولكنه وسيلة للغاية، وهي العيش الكريم وليس منتهى الحياة. علموهم وتعلموا أن المال يمكن أن يشتري المرافقين والمنافقين، ولكن ليس الأصدقاء والمخلصين. يمكن أن يشتري قطعة أرض وجنسية، ولكن لا يمكن أن يشتري وطنا. يمكن أن يشتري ذهبا وألماسا، ولكن لا يمكن أن يشتري حبيبا. علموا أبناءكم وعلموا أنفسكم أن تبحثون عن القيمة وليس عن الثمن. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخوان والأخوات، نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير. نتمنى أن يكون رمضان يدخل عليكم بالخير إن شاء الله والصحة والعافية. إخواني أخواتي، البنات والدراري، بطبيعة الحال اليوم بغيت نهضر لكم عن الصداقة. يعني القصيدة اللي قلتها لكم اليوم يعني كما نقول متعممة، يعني عامة، على الصداقة، على المال، على الحياة، على الصحة، على كل شيء. ولكن أهم من هذا الشيء كامل الصحة بطبيعة الحال. وباش تكون عندك صحة مزيانة خاص يكون هذا، خاص يكون يعني العقل، يعني يكون الإنسان يكون مرتاح. إذا كانوا عندك مشاكل وكنت يعني مقلق وكنت زعفان وكنت راه بطبيعة الحال راه ما غاديش تكون الصحة ديالك مزيانة، ما غاديش تقدر تاكل، ما غاديش تقدر تنعس، ما غاديش تقدر دير بزاف ديال الحوايج. وهذه يعني طبيعة من طبيعة ديال الحياة، يعني عادي، يعني نورمال، يعني نورمال الإنسان يتقلق، نورمال يعني تعيي، تحاول ما أنك تبعدي او انك ما تقلقيش او انك ما تزعفيش او انك يعني ما ديرونجيش راسك. ولكن يعني سنة الحياة هي هذه، يعني من بعد المرات يعني غير بوحدك كتدابزي، غير مع بوحدك، غير راسك بوحدك كيطلع لك الدم كما نقولوا حنا، هي الساعة لله. الانسان ما كيعرف باش يتبلى بوحدو، كتجي سبحان الله هذيك الكآبة من عند الله. ما الانسان ما كتقول لي راني ديغوتيا ما عرفتش مالي. الموضوع ديال اليوم اللي بغيت نهضر عليه، بغيت نهضر على الصداقة. شنو هي الصداقة؟ ما هي الصداقة؟ الصداقة هي انك كما نقولوا حنايا بالدارجة ديالنا بالمغربية ديالنا، موس وحدة تفوت على زوج، يعني موس وحدة تذبح زوج. يعني الصداقة هي انني نوقف معاك وتوقف معايا، تلقاني ونلقاك فوق السراء وفي الضراء، يعني معايا في الحلوة وفي المرة. هذه هي الصداقة. أما النوع ديال الصداقة الثانية اللي هي هاك أرى، هذيك ماشي صداقة. هذيك الإنسان يفضل أنه يبقى وحيدا، أحسن له ألف مرة أنه يكون عنده واحد الصديق بحال هذاك. الصداقة في هذا الزمان كاينة، ماشي ما كايناش، ولكن 10%، 15%، 20% الحياة اللي وصلنا لها والوقت اللي وصلنا ليه، ديما حنا كنقولوا شوفوا على زمان وصلنا له، شوفوا على وقت وصلنا له، شوفوا على هادي. ماشي الوقت وماشي الزمان، الوقت راه هو هو والزمان هو هو، راه حنا اللي كنتبدلوا، راه حنا اللي كنكونوا كل مرة في شكل، ماشي الوقت والزمان. الوقت والزمان والحياة راهم هما، حتى حاجة ما تبدلت. راه الإنسان هو اللي كيطور الزمان، الإنسان هو اللي كيطور الوقت، الإنسان هو اللي كيطور الحياة، والإنسان هو اللي كيتبدل. ماشي الوقت وماشي الحياة وماشي الزمان، باش ما نمشيوش غلطين. ديما كنقولوا هاد الكلمة هادي. انا يا وحده منكم اللي متضرره من الاصدقاء، وما كنتيقش في الاصدقاء بزاف. يعني الصراحه ما كنبغيش نهضر على راسي بزاف، ولكن اصلا درت هاد القناه هذه باش نتواصل معكم. من بعد غندير لكم فيديو على اصلا علاش درت هاد القناه. انا وحده اللي متضرره من الاصدقاء، من اللي عقلت على راسي، يعني ملي بديت ندير صديقات ديال، راكو عارفين ديال نحكي لها اسرار ديالي وتحكي لي الاسرار ديالها، وهادي راكو عارفين البنات في سن المراهقه. ملي بديت نعقل على الاسرار ديال على
على راسي، وانا كما نقولوا ملسوعه من الصديقات. ولا فوت ماشي من الصديقات، العيب ما عمركم تردوا العيب في داك الانسان تقولوا هو اللي خايب هو اللي ماشي زين. راه العيب فينا حنا. علاش العيب فينا حنا؟ كنديروا الثقه بزاف، ماشي بزاف، بزاف. كنعطيو الانسان القيمه اكثر ما كيستحقها، وكنكونوا حنان زياده عن اللزوم، وكنتعاملوا مع بنادم اكثر من المزيان. هو اش كيقول؟ هو كيستغل هاد الطيبوبه ديالك، كيستغل ديك الحنان ديالك، كيستغل كاع داك الشيء اللي زوين فيك، وكيضربك الضربه اللي ما عمرك تنوض منها. غادي تنوض، ماشي ما تنوضش، لان كما يقولوا الضربه اللي ما تقتل تحيي، او لا الضربه اللي ما تقتل تقوي، ولكن ما تقدرش تنساها، ما تقدرش. انا بعدا مين كيقولوا الاصدقاء جدو الاصدقاء، كنتفكر هذوك اللي ضروني، كنتفكر اللي ضروني. ولكن واحد الحاجه ديما الانسان كيفكر في الله سبحانه وتعالى. الا درت المزيان مع شي واحد ما تفكرش فيه هو وتسنى انه يرد لك هو داكشي اللي درت معاه، لا، تسنى خيرا من الله سبحانه وتعالى، ربي هو اللي غيجازيك، ماشي داك العبد. داك العبد راه ما عنده باش غادي يجازيك، راه الا هو طيب وحنين وعنده ضمير ويخاف الله سبحانه وتعالى، راه على الاقل غادي يكون معاك بعدا مزيان، وغادي يتعامل معاك بنفس المعامله، بنفس المعامله الطيبوبه وديك الحنيه وهذيك ديك داك داك ديك الروح ديال الانسانيه وديال الصداقه ديال بصح. اما الا كان قاطع يديه من يد الرحمن، يا خوفي من هذا النوع، يا خوفي يا خوفي. المهم اخوتي واخواتاتي، واش غادي نقول لكم؟ هذا الوقت اللي رحنا فيه للانسان واش غادي نقول لكم، ولينا كنكتبوا الاسرار ديالنا فرقه ومن بعد كنحرقوها. انا من المفضلات ديالي كنكتب الاسرار ديالي فرقه، كنكتبها وكنحرقها. لان علاش؟ ما كاينش كما نقولوا، ما كاينش معامل، كاين بزاف ديال الناس. انا في حياتي بزاف ديال الناس، بزاف 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 ديال الناس، ولكن غير هذاك التواصل السطحي باش تحكي الاسرار ديالك، شنو عندك، كيفاش عايشه، كيفاش كتحسي، اولا كتهضري مع شي وحده وكتبكي عليها وكتشكي عليها بزوج يدين، ماشي غير بيد وحده. نو، ما كاينش، ما كاينش. عرفتوا شنو كثر؟ عرفتوا شنو كثر اليوم؟ الحسد والغيره. راك تشري غير حاجه بسيطه، غير حاجه ما عرفتش، كورميط، سلسله، مساك مثلا، يا ويلك وسواد ليلك مع بنادم المحسد، بنادم المحسد. العين، العين وحق العين راه مذكوره في القران، ما تقولوش العين ما كايناش، راه النص، النص اللي راه النص ديال دوك المقبرات اللي حدانا واللي كنمشيو لهم، النص ديالهم ميتين بالعين. العين كاينه، الانسان دائما خاصو يرقي راسو. وانا كنهضر على راسي، اعوذ بالله من قول، انا كنفضل نبقى بوحدي، وانا بوحدي، لا عائله لا صحابات. هنا في الغربه ما كاين حتى شي واحد، ما يعقل عليك حتى شي واحد. شفتوا هنا في الغربه، وراه كاع الناس راه غادي يحسوا بها، الناس ديال الغربه اللي كاين، الغربه اللي كاينين هنايا، راه غادي يحسوا بكل كلمه وبكل نقطه تحت كلمه، غادي يحسوا بها. هنا في الغربه لا صديق ولا حبيب ولا قارب من غير الله سبحانه وتعالى. انا راه عندي مده هنايا في اوروبا، العائله ما يعقلوش عليك، اقسم بالله ما يعقلوا عليك. العائله ديالك يسمعوا اخبارك بلي جيت هنايا، ويا ويلك وسواد ليلك الا جيت هنا وما عندكش الوراق.
الا جيت هنا وما عندكش الوراق، يا ويلك وسواد ليلك مع الصحاب ومع العائلة. تلقى الخير في البراني، براني ما يعرفكش، غير سمع عليك، سمع واحد راه هنايا في اوروبا ما عندوش الوراق، والله حتى يوقف معاك حتى دير الوراق ديالك. والاصدقاء اللي عندك معهم علاقه واصدقاء دي يعني ديال الروح بالروح، اقسم بالله ما يعقلوا عليك. ومجربه هاد الهضره ما جايوش ونهضر، راه كل كلمه كنقولها لكم، كل حاجه كنديرها، اقسم بالله بعد التجربه ديالي راه حاجه. الا قلت لكم قاطويه، الا قلت لكم هذه راها بنينه، حتى ندوقها انا ونقولها لكم، يعني غير باش تعرفوا باش تحسوا يعني بالشيء اللي كنقول لكم والشيء اللي كنديروا معكم في القناه ديالي كامله، ماشي غير في هذا الفيديو. ديما الانسان يدير الاحتياطات ديالو، الاسرار وخصوصا البنات المتزوجات، اسرارك ثم اسرارك ما يخرجوش الباب ديال العتبه ديالك. لان علاش الراجل والمراه او الام وولدها ولا الام وبنتها او البنت وخوها مثلا، خصوصا المراه مع الراجل كيتصالحوا كاع لا تخاصموا كاع نهار مثلا نص نهار جوج سوايع، كاين اللي غير كتخاصم من مع راجلها تهز التليفون من ليها تصوني صاحبتها شنو دار لي وشنو فعل لي وشنو ترك لي وشنو فعل لي وشنو دار لي، راه شتي ديك صاحبتك واخا تقولي لها راه الراجل شدني وعلقني راه ما غتحسش بيك، راه اول فرصه غادي تلقاها شنو غادي دير لك، هي غتحيدك من طريقها وتبلاصي هي. الراجل طار الله يعاون، تعيي تقولي لها يا كنت نقول لك شنو راجلي شنو كان يدير لي وشنو كان يفعل لي وشنو وشنو وشنو، هي كتشوف هذاك الراجل اللي خدام كيدخل هادو عنده الدار عنده الطوموبيل، العقليه ديالو كتقول لك انا نبدلها، كيضربك وكيدير لك وكيفعل لك، لو كان انا ما غيضربنيش وما غي حتى غوته واحده ما يغوتش عليا، شعره من شعري ما غيقيسهاش، لحقاش لحلاحه غلبه سحاره، لحلاحه كتغلب سحاره، انا غنعرف شنو غندير معاها. اقسم بالله اول فرصه حتى تحيدك من الطريق، انا والله بنت المراه ما كتدخل داري، ماشي حيت ما تيقاش في نفسي، ما كنتيقش في بنادم، انا ما ناقصني حتى شي حاجه الحمد لله، ما ناقصني حتى شي حاجه، راه كتلقاوهم ملكه جمال، عرفتوا شنو هي ملكه جمال؟ طول والعرض الزين الشعر الطياب تحل فمك في الماكله ديالها، الدار نقيه كتشعل، هي نقيه كتشعل، وتلقاو الراجل مطلقها ومتزوج عليها وحدة أعفى من معفونة، أقسم بالله إلا الماكلة ما تاكلهاش حداها. كيقول لك الزهر، هو ماشي الزهر، هو الغباء من بعد العيالات، هو الغباء من بعد النساء، حيت هما اللي كيوصلوا رصانهم لهاد الدرجة، كيدخلوا للنساء من والا اللي كانت مرحبا بيك أجي شربي عندي قهوة، أجي شربي نو حبيبتي شربي قهوة مع راجلك، قنطتي من الدار خرجي شربيها في الزنقه انت وراجلك، شربي اتاي انت وراجلك، كولي انت وراجلك، خرجي انت وراجلك ودخلي انت وراجلك. انا وراجلي كندخلوا بزوج وكنخرجوا بزوج، الخدمه الوحيده اللي ما كنمشيش معاه اللي ما كنمشي لهاش معاه، الخدمه الوحيده، الا انا كانت عندي مشيت للطبيب كيمشي معايا، الا هو كانت عنده شي حاجه كان مريض كان يمشي للطبيب، واخا تكون فيه غير حبه كنمشي معاه، خرجنا نشريو شي حاجه نخرجوا نشريوها بزوج ونرجعوا بزوج، تقضيه تقداو بزوج ونرجعوا بزوج، نمشيو عند والديه نمشيو بزوج ونجيو بزوج، نمشيو ناكلو شي حاجه ناكلوها بزوج ونخرجوا بزوج وندخلوا بزوج، خرجوا نتمشاو بزوج ندخلوا بزوج، هو ما كيجيو عنده صحابو انا ما كيجيو عندي صحاباتي، بوان فينال. زغبه الله زغبه الله زغب الله زغبه الله، ومثلا سمعت شي حاجه او عرفت شي حاجه الله يعاون، كما نقولوا نسل الشعره من العجينه بلا مشاكل، كل واحد الله يعاون، ما نتقهر ما نزعف ما نديرونجا ما حتى شي حاجه، لان علاش كنت مع واحد ما يستاهلنيش، بوم فينال. ومرضنا ما عنده باس،
والحياه تستمر. انا اللي بدلني بخيط بدلو بجبن ماشي بحيط. يعني بغيتكم تفهموا هادي، ما عمركم تزعفوا على شي حاجه، ما عمركم يبقى خاطركم على شي واحد، واخا يكون خوك ولد امك وباك. لان علاش انتيا كتعاملي معاه مزيان، كتهلاي فيه واخا غير بالهضره الزوينه، كتحني فيه، كما نقولوا كاع الحنان كاع الطاقه الايجابيه ديالك كتعطيها له، كتهلاي فيه، شنو نقول لك، كديري معاه اكثر ما كديري مع راسك. وكيجي هو كيبدلك اولا كيجي هو كيجرحك، صافي صال الفيلم وطلعت الكتبه، الله يعاون. واخا ما عرفتش شنو يكون نادم، راه شتو راه تغلطوا مع الله سبحانه وتعالى ويغفر لكم. توبوا توبوا، طلبوا التوبه من الله وتستغفروا وتتعاهدوا رسانكم قدام الله سبحانه وتعالى ان هذاك الخطا ما يتكررش، ان الله غفور رحيم. اما باش ضروا شي واحد، ضروا شي انسان في قلبه وتجرحوه، راه والله الله ما يسمح لكم، حتى يسمح لكم داك الانسان. وباش داك الانسان يسمح لك وهو مجروح، صعيب صعيب بزاف. يعني تعاملوا مع بنادم مزيان، نهار اللي ضركم نهار اللي جرحكم وكلوا عليه الله، وقفوا داك الشيء، كل واحد يمشي في طريقه، كل واحد يمشي في طريقه. ما عمركم تبكيوا على شي حاجه او لا على شي واحد، لان حتى شي واحد ما يستاهل الدمعه ديالكم. والمراه متزوجه عندها كم صحابات، انا كانت كتقولها لي جداتي، كتقول لي يا نورا الا بغيتي دارك ينوض فيها النوار كما نقولوا حنايا، تكوني مزيانه وتكون بخير مع راجلك، كدير لي مسكينه هكا بصباحها عند عينها، ها نورا بنتي من الصحابات، ها نورا بنتي من البنات، ها نورا بنتي من العيالات ومن النساء، حنا وجدا كنقولوا نساء بونسوان. ها نورا بونسوان، داكشي اللي دايره سوليتا بوحدي مع راجلي، راجلي فيه كلشي، عائلتي فاصيلتي كلشي فيه، وهو عاوتاني داير فيا كلشي حيت حنينه بزاف. هو عمرو ما شاف شي حنان بحال هكا، حيت عارفين هنايا الناس ديال اوروبا كي دايرين، هو ماشي مغربي هو اسباني، عارفين الناس ديال اوروبا هنايا كي دايرين، الا حن فيه شي واحد وعطالو الاهتمام وتهلا فيه. وكعارفين حنا المغربيات تبارك الله ما شاء الله، يعني ماشي كيما هنايا الاوروبيات، ماشي كيما القوريات، هنايا الراجل والكلب كيف كيف حشاكم. يعني الحمد لله، اللهم لك الحمد، يعني ربي خلف لي الشقاء ديالي وخلف لي العذاب ديالي اللي تعذبت، يعني هذه شحال. مهم الاخوان، نخليكم الى فيديو قادم ان شاء الله، نتمنى انكم يعني استفدتوا ولو حاجه قليله، وتهلاو في رسانكم، راه الى زدت ما غاديش نسكت. المهم شكرا لكم بزاف على المشاهده، وخليتكم الراحه، الى اللقاء والى فيديو قادم ان شاء الله.